نفس السؤال الدكتورة نسرين، يعني ليش السمنة مرض مزمن؟ لماذا يحذر من السمنة بشكل كبير وأنها ترى هي بوابة أمراض أخرى؟ أولاً شكراً على الاستضافة، والله يحييك ويحيي الضيوف اللي في الاستوديو ويحيي كل المشاهدين اليوم. فسؤالك ليش السمنة مرض مزمن؟ السمنة مرض مزمن لأنها مثل أي مرض، هي خلل وظيفي يحدث عند الإنسان. يعتقدون كثير من الناس أن السمنة تعتبر مرض لأنها تسبب أمراض أخرى مثل الضغط والسكري أو بعض أنواع السرطانات، لكن هذه فعلا صحيح أنها مشاكل السمنة، ولكن هذا ليس السبب اللي نعتبر فيه أن السمنة مرض. ما يحدث في السمنة هو خلل يحدث في مركز في المخ يحدد كتلة الدهون عند الإنسان.